مباشرة عبر الهاتف عضو هيئة كبار العلماء ومدير جامعة الإمام معالي الدكتور سليمان. فيك معنا في إم بي سي في أسبوع. أبدأ معك بهذا الموضوع. أنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين الكرام والمشاهدات الأعزاء. الله يعزك، نورتنا وأسعدتنا. بالحديث عن قطر وتهديداتها والحجب والتخوين والوعيد لمواطنيها، الآن قطر تدخل التاريخ الإسلامي مجدداً من نفس الباب وذات البوابة الذي دخل منه القرامطة. ماذا يعني مثل هكذا أفعال تقوم بها أو يقوم بها النظام القطري تجاه مواطنيه؟ أولاً أخي الكريم، لنعلم أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله وأعزهما ونصرهما، يفتحان القلوب قبل الأبواب والحدود لكل حاج ومعتمر من أي مكان قدم، وتوفر له الخدمات الجليلة بشتى أنواعها واختلاف أشكالها، سواء أكانت صحية أو أمنية أو إنشائية أو مواصلات وتنقلات. يشهد على ذلك الداني والقاصي ويقر به العدو قبل الصديق، وما يقدمانه في مثل هذه الجوانب والأمور واضحة جلية، وتدللها الحقائق والبراهين والوثائق والأرقام التي نعلمها جميعا. ولذلك فإن مسيرتهم عطرة وأعمالهم وجهودهم موفقة في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار والطائفين والعاكفين والركع السجود والتالين لكتاب الله والذاكرين والداعين له سبحانه وتعالى. ولنعلم أن ذلك هو سبب العز والنصر والتمكين وثبات الإيمان والأمن والأمان، مهما كانت المزايدات ومهما رفع دعاة الشر وأحزاب الانحراف وجماعات التطرف والإرهاب لواءاتهم ودس الثم في العسل وقلب الحقائق والموازين والمفاهيم، إلا أن الثبات ظاهر والعمل الوطني وعلى المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي قوي يزداد يوما بعد يوم، وذلك ببذل الغالي والنفس والنفيس من قبل ولاة أمرنا وكل مسؤول في هذه الدولة المباركة السنية السنية السلفية المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين وقبلة المسلمين، وما هو أفيدتهم ومتطلعهم والمعينة لقضاياهم والناصرة لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، فضلا عن مواجهتها ومحاربتها للإرهاب والإرهابيين وللتطرف والمتطرفين، وعملها الجاد البناء الصادق المخلص في تعزيز قيم الأمن والسلام العالمين. فهي دولة تبني ولا تهدم، تعطي ولا تحرم، تفي ولا تغدر، مهما كانت الأحوال والمتغيرات والظروف، وهذا أمر جلي واضح تشهد عليه الأدلة الصواطع والبراهين القواطع التي لا ينازع فيها أحد. أما ما نراه من هذه الأعمال التي يقوم بها نظام الحمدين أو نظام القطري الحالي، فهي أعمال ارتحلوا من خلالها العداء والشر والفساد والإفساد، وذلك عن طريق استغلالهم لجماعات وأحزاب وتنظيمات وتوجهات، وعلى رأسها وفي قمتها ذلك التنظيم الإخواني الإرهابي الذي آلى وتالى وأفسد على المسلمين عقائدهم ومناهجهم، بل جعل العالم يصف الإسلام والمسلمين بأنهم إرهابيين ومتطرفين، وذلك من خلال أيديولوجيات
وأجندات وأساليب وطرق معلومة مكشوفة ظاهرة، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، وما قاموا به وعملوه سواء عن طريق هذه الجماعة الغالية المفسدة أو عن طريق ما يمولون به كل من يريد الفساد والشر والإفساد، فإنه معلوم ومعروف، وقد هيأ الله عز وجل ولاة أمرنا الأعزاء الأماجد لكشف أستارهم ومعرفة مخططاتهم وكل ما يسعون من أجله، حتى يفسدوا على الإسلام والمسلمين والأمة العربية ما تنعم به من الاجتماع والألفة والأمن والأمان، وكل ما هو أيضا معلوم ومعروف. ولذلك لا بد أن نعلم أن هذه الأعمال الدنيئة الخبيثة التي لا يقرها دين ولا شريعة ولا عرف ولا مبدأ ولا هيئة بعيدة أو قريبة، هو سيعود بوباله وخسرانه وخزيه عليهم، لأن الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآية تنطبق على كل من أراد مكة المكرمة وبلاد الحرمين بسوء، ومن منع حجاج بيت الله الحرام من الوصول إليه بأي طريقة أو وسيلة. فالله عز وجل يحذر فيها أن ينوي أو يهم الإنسان بفعل معصية كبيرة أو صغيرة أو جرم مهما كان شكله، فإنه إذا فعل ذلك فسيعاقب عليه. فما بالنا بمن يعمل ويخطط وأيضا يدعم ويؤيد كل عدو حاقد كاره حاسد، ثم يأتي بعد ذلك ويمنع من أراد أن يعبد الله ويطيعه ويؤدي ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام الذي هو الحج، وهو فرض من فروض الإسلام لا بد أن يؤديه الحاج الذي يستطيع الوصول إلى مكة وإلى هذه البلاد المباركة. ومن هنا توعد الله عز وجل من يفعل ذلك بالخزي والعذاب الأليم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإن المتأمل والمدقق والفاحص والناظر نظرة عادلة عقلية موضوعية متزنة يرى أن ما يقوم به هؤلاء سواء ما يتعلق بمنع الحجاج القطريين ومحاصرتهم عبر كل طريق ومنهج من الوصول إلى أراضي الحرمين لأداء هذا النسك، أو غير ذلك مما كشفته الأحداث وبينته الوقائع، فهذا حقيقة يدل دلالة واضحة على أن هذا النظام بشره وخبثه ومقاصده السيئة واستعانته بتلك الدولة الصفوية الفارسية الحاقدة أو غيرها ممن يرتحلون ويقومون على هذا الطريق سيكون وسيلة إلى نهايتهم بإذن الله تعالى. بإذن الله. كل الشكر لك. كان معنا عبر الهاتف عضو هيئة كبار العلماء ومدير جامعة الإمام معالي الدكتور سليمان أبا الخير. شكرا لوجودك معنا يا دكتور، يعطيك العافية. طيب الآن نتحول أي